لو انا عندي الان باور سكرو، والباور سكرو حتى عمودي الان حسب طبعا الابلكيشن، شو الابلكيشن اللي عندي بحملها. انا هون حامل كارج، والكارج هذا فيه له وزن ام جي له ماس، وانا بدي اعمل تسارع الى الاعلى مقداره A، لينير لينير اكسلريشن مقداره A. وفي عندي اليوزر ريكويرمنتس، هلا رح ناخذها من هناك. اليوزر ريكويرمنتس اللي موجوده، جبت انا محرك صغير ركبته هون بدون جيرنج، لانه سكرو هو نوع من الجيرنج. اوكي ماشي، هاي نقطه مهمه. سكرو هو نوع من الجيرنج. مين كان يسالني عن السلف لوكينج؟ بس سالتني اياها في الام اس دي، مش هيك؟ مش عارف اللي هون مادتها. هذا سلف لوكينج. هذا على فكره هون لو انا صفيت هذا المحرك ما تسحب هاي الثقه، صعب جدا، يعني صعب جدا انك تعمل ريفرس درايفنج، صعب جدا اني امسك هذا واشده لتحت ويبدا هذا يلف. ماشي واضح فاهمين؟ هذا هون راح يعطيني نوع من السلف لوكينج، احتمال كبير يعمل سلف لوكينج، هو نوع من الكير. هلا عندي هون راح احط محرك مثلا ستيبر موتور، والستيبر موتور راح يصير يتحرك من هون. هذا بيسمح لي اتحكم بالبريسيجن بالبوزيشن تبع هذا، يعني ببدا بحرك هذا ستيبر موتور بلفه من هون، راح يبدا يتحرك معي هذا الجسم طلوع ونزول، وبقدر اتحكم بدقه شديده. تذكروا مثلا اذا كان البيتش عندي هون باليونتس سمول بي كانت 0.5 ملم بير ريفولوشن، متخيل الدقه اللي موجوده عندي هون؟ اللفه الكامله تعطيني نص مليمتر من هون، فلو عملت له مثلا نص لفه راح يعطيني ربع مليمتر. لو قسمت هاي عدد اللفات هون على 200 بلس بير ريفولوشن، يعني لو هذا ستيبر موتور كاركترستيك تبعته انه 200 بلسز بير ريفولوشن، هذا اللي هو ستيبنج انجل، خلينا نسميها دلتا ثيتا لهذا ستيبر موتور. اذا هذا ستيبر موتور شوفوا قديش الريزولوشن، الريزولوشن اللي بقدر اتحكم فيها شو هي؟ 1 على 200 من اللفه. يعني بقدر الف هذا المحرك ستيبر موتور 1 على 200 من اللفه. كم درجه يعني؟ 1.8. هاي المفروض انا حطيتها اليونت الغلط، هاي المفروض هاي تكون اليونت 1.8 ديجريز بير ستيب. فاذا اخذت 360 على 100 او 1.8 شو بعطيني؟ 200 بلس. خلينا اكتبها بشكل ارتب من هيك. هذا المحرك انا جبته، جبت هذا ستيبر موتور له 1.8 ديجريز بير ستيب، يعني اذا اعطيت هذا الستيبر موتور ستيب واحده راح يتحرك 1.8 ديجريز. اذا نمبر اوف ستيبس بير ريفولوشن بيساوي 360 ديجري على 1.8 ديجري، مش هيك؟ هي بتعطيني 200 ستيبس بير ريفولوشن. اوكي، اذا هذا بالنسبه لهذا المحرك انا بقدر اتحكم الان بدقه متناهيه. شايفوا قديش صارت الريزولوشن الان تبعت هذا الجسم؟ قديش بقدر احركه؟ اصغر ستيب بقدر احرك هذا الجسم فيها. فاهمين السؤال؟ انا عندي كل ريزولوشن قديش بتعطيني؟ نص مليمتر. بس انا بقدر احرك مش بقدر احرك 1 على 200 من الريزولوشن، اذا صارت عندي لينير ريزولوشن. لينير ريزولوشن بتساوي او ترانزليشنال ريزولوشن، خلينا نسميها ترانزليشنال اصح. ترانزليشنال ريزولوشن بتساوي ال هاي 0.5 ملم بير ريزولوشن، هاي الوحده تبعتها راح اضربها ب 200 ستيبس بير ريزولوشن. بدي اقسمها عفوا على 200 ستيبس بير ريفولوشن. شوفوا الوحده الان، هلا وحده مين بتشطب مع مين؟ ريفولوشن بتشطب مع ريفولوشن. شو بصير عندي؟ بصير عندي مليمتر بير ستيب. 0.5 على 200 شو بتعطيني؟ اظن بتعطيني 2.5 مايكرو، 2.5 مايكرومتر، 2.5 مايكرومتر. اوكي ماشي واضح؟ يعني انا بامكاني هذا الجسم احركه من هون، اذا اعطيته هون 1 ستيب بقدر احركه 2.5 مايكرو مليمتر بير ستيب، كل ستيب احرك 2.5. مزبوط الجواب؟ 2.5 مايكرو متر مزبوط. طيب هلا احنا بدنا نصمم هذا السيستم، نرجع لليوزر ريكويرمنتس. اليوزر اجى اعطاني تي واعطاني كابيتال دي من هون، نفس الشيء، واعتبرنا هذول جودز من هون، فوجدنا انه احنا بدنا نعمل اكسلريشن مقداره اي ماكس، وبدي اطلع من اي ماكس بدي اطلع الفا، هاي بقدر اطلع الفا من هون مش هيك، وبدي اطبق قانون نيوتن الثاني.
نعم تفضل. تعرفون مايكرو مليمتر ولا ايش؟ مايكروميتر صح. ممكن. هلا نسيت. مايكرو ميتر سبيرس. اوكي مظبوط. طيب خلينا الان نطلع هلا بدنا نطلع اي ايكوفلنت. هلا هاي الماس نفس الشيء زي الفويس رح يكون في لها ايكوفلنت انيرشا رح يبين هون. هلا عندي هون في هاي سبيد شافت بس فيش شيء اسمه لو سبيد شافت، يعني في روتيشنال شافت وفي ترانزليشنال شافت مظبوط؟ يعني في ترانزليشنال ريفرنس وفي عندي روتيشنال ريفرنس. بدي الماس هاي هلا اطلع لها تي ماس ايكوفلنت على الهاي سبيد شافت، وبدي اطلع لها اي ماس ايكوفلنت على الهاي سبيد شافت عشان بدي اطبق قانون نيوتن الثاني هون. فبدي اعمل سم اوف تي ات هاي سبيد شافت يساوي الفا هاي سبيد شافت في سم اوف اي هاي سبيد شافت. اوكي ماشي. فبدنا الماس هاي نشوف هلا. هلا في شيء هون عندي كاونتر بالانسينج، ما بقدر اعمل، ما في شيء طريقه اعمل فيها كاونتر بالانسينج، بقدر اعمل شيء كاونتر بالانسينج لهي الماس اللي موجوده هون. هلا الفا سهل انه نطلعها، بدنا نطلع بهمني اطلع هلا تي هون رح تصير تي تبعت الدرايف اللي هي المحرك هذا ستيبر موتور، رح نطلع على سبيد تور كيرف تبع ستيبر موتور ماينس تي ماس ايكوفلنت بدها تساوي الفا اللي بدي اطلعها على هاي سبيد شارب مضروبه في اي للماس ايكوفلنت على هاي سبيد شارب. اذا بدنا نطلع اول شيء هذه التورك اللي موجود هون، حتى اطلع معادله التورك رح ناخذ الكونزرفيشن اوف انرجي مره ثانيه. هلا ناخذ الكونزرفيشن اوف انرجي بين هون وهون، مش هيك؟ قديش الباور اللي بعطيها للسيستم؟ باور الانبوت باور للسيستم في انبوت بدها تساوي، بدها تساوي التورك اللي جاي من المحرك مضبوط؟ تورك مضروب في الباور شو بتساوي؟ تورك في اوميجا. هاي الباور انبوت والباور اوت بدها تساوي بالنسبه لهاي ايش رح تكون الباور فورس؟ فورس مضروبه ب في، لكن بدنا نتذكر انه في افشنسي لهذا السكرو والافشنسي ممكن تكون منخفضه. فهاي الباور اللي بحطها هون رح تنضرب في ايتا قبل ما تعطيني باور اوتبوت مضبوط؟ يعني اذا بدنا نكون احنا دقيقين عمالنا بنقول انه ايتا في باور انبوت بتساوي باور اوتبوت مضبوط؟ فصارت عندي ايتا تي اوميجا تساوي اف في في. لو الباور ماشي بالعكس لكن صعب ان الباور تمشي بالعكس هون. اوكي؟ ماشي؟ صعب اني اجي احط على هذا احط عليه فورس من هون وهذا يصير يلف معي هون، صعب جدا. اذا عندي هلا هون صارت التي ايكوفلنت للماس بدها تساوي اف في في على اوميجا، وايش راح يصير في ايتا؟ واللي هو منطقي مش هيك؟ بدها تكبر. هلا ايش في على اوميجا؟ اللي هي اللي هي البيتش اللي هي كابيتال اف على ايتا في كابيتال بي. نتاكد من الوحدات هون انها صحيحه. عندي هون هذه نيوتن وهاي متر بير سكند مش هيك؟ فبتصير تعطينا او هون نيوتن، نيوتن رح ناخذ المتر وهون رح تشطب هذيك الثانيه مع بعض، المعادلات صحيحه من هون. فصارت عندي هاي المعادله رح نضيفها اللي هي تي ايكوفلنت تبعت الماس على الهاي سبيد شافت تساوي اف بكابيتال في. لاحظوا انا هون استعملت كابيتال بي عشان تكون المعادلات صحيحه تكون اس اي، والا بدي اضطر ايش اعمل؟ هلا احسن طريقه تحلوا فيها انا بالسؤال رح اعطيك بيس سمول. اول ما تبدا قبل ما تعمل اي شيء شو عم بتعمل؟ حولها لكابيتال بي وخلص انسى بي الصغير عشان ما تتلخبط في المعادلات. دكتور نعم ايش بيكون اسمه بي سمول؟ والله ما انا عاده هو لما بعطيك المهم انه اعطيك اليونت ما راح يسميها شيء، يعني ما راح اقول انه هاي المايكرو بيتش او راح اقول لك البيتش. هلا هو بالسؤال هلا في زي ما قلت لكم في ناس بيستعمل العكس ما بيستعمل مليمتر بير ريفولوشن، بيستعمل ريفولوشنز بير مليمتر او راديانز بير متر. يعني المهم انكم تفهموا هاي بتصفي هي واحد على بي وهذه راح تكون اف بي على ايتا من هون. اذا هاي المعادله خلصناها، شو ضل عندي بدي اطلع؟ اي ماس ايكوفلنت. هلا نفس الشيء راح نستعمل اي مبدا؟ كونزرفيشن اوف انرجي. لو عندي انا هون فلاي ويل هلا هون كينيتيك انرجي، بس هون الكينيتيك انرجي ايش راح تكون؟
روتيشنال، وهون الكينيتيك انرجي رح تكون روتيشنال. فراح يصير عندي نفس الشيء هلا، كينيتيك انرجي اللي جاي من الهاي سبيد شافت بدها تساوي، بدي اضربها في ايه تمام، بدها تساوي الكينيتيك انرجي اللي موجوده على اللو سبيد شافت او ترانزليشنال، هي صار مش لو سبيد شافت هون. فعندي هون هلا بدي اخذ الروتيشنال، ايش الكينيتيك انرجي عليه؟ هاف اي ايكوفالنت للماس اوميجا سكوير، مضبوط ايتا، بدها تساوي هاف ام. احنا بس ما كملنا هون على هاي المعادله، ما كملتها. اف شو لازم اعمل هون؟ اف ما في عندي اف، ايش في عندي هون؟ ام جي، كان لازم بس ابدل محل اف، احط ام جي كي على ايتا، وخليني احطها هون، هاي راح تصير ام جي. هلا هون عندي هاف ام في سكوير، هلا نفس الشيء عندي النص رح تشطب مع النص، رح يصير عندي اي ايكوفالنت. شو بتساوي؟ عندي في ماس في على اوميجا تربيع، وايش عندي كمان؟ مضبوط، في على اوميجا ايش قلنا؟ كابيتال بي، مضبوط. فبتصير عندي اي ايكوفالنت للماس بتساوي ام على ايتا كابيتال بي تربيع. وايش ضل عندي اخر شيء عشان المعادله اكملها؟ الفا. الفا وينها؟ هايها. فبتصير عندي الفا تساوي اي على كابيتال بي، ها؟ واي من وين راح اجيبها؟ هاي. راح يطلع معي في النهايه تي درايف اللي بدي اياها من المحرك، راح نحكي عنهم شوي، راح نحكي عنهم بالنسبه للستيبر موتور.